أستاذ علي، كيف ترى الحراك هنا في الجزائر؟ والله الحراك هو يعني مفخرة للشعب الجزائري ومفخرة للعالم العربي، خاصة وأنه يعني دخل شهره الثاني أو جمعته التاسعة ونحن ممكن داخلين في الجمعة العاشرة. يعني الضمان أو الضامن لتحقيق نتائج مرضية، أتصور أن السلطة الفعلية الحالية ستضطر إلى الالتزام بما تعهدت به أمام الشعب، وأنها في النهاية ستخضع لقرارات أو لمطالب الشعب الجزائري. برج بوعريج الحق أنا يعني أبهرتني مسيرتها من خلال الكم يعني العدد الهائل من المتظاهرين، وكذلك من خلال الشعارات المرفوعة، وهذا كل ذلك العمارة أو قصر الشعب كما يسمى كما سموه، وهذاك التيف وهذاك الضخم اللي كل أسبوع فيه يعني عندك ما تقرأ فيه ثري بالشعارات والمطالب، سيما وأن البرج يعني تعتبر هي التي كانت النواة أو الشرارة التي انطلقت منها تلك المسيرات، ولازالت تصنع يعني الحدث وتصنع الفرجة والافتخار إلى اليوم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي. رسالتك للشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري أنا أقول للشعب الجزائري استمروا في هذا الحراك، استمروا في السلمية، خاصة استمروا في الضغط على السلطة القائمة، لا تنزلقوا إلى أعمال العنف والاضطراب، لأن هذا ما ينتظره أعداء الشعب. النصر حليفنا إن شاء الله، وسنقطف ثماره باسمين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ علي ويرحم الله والدين.